هاي أنا مايا، فيكم تتواصلوا معي بفقرة بوقتة على الإيميل bwقتة@future.com.lb أو على الفيسبوك على www.facebook.com/alam.alsabah أو على تويتر @alamsabah. وفيكم كمان تبعتوا لي حيلا صورة أو فيديو أنتوا صورتون عبر الابليكيشن الخاصة بفيوتشر تي في من خلال يور ريبورت. نبيلة بتقول المرأة بلا كرش مثل البيت بلا عفش. حلوة، مع انه بيقولوا كرش الرجال، واللي الرجال بلا كرش ما بيسوى قرش. بلا كرش ما بيسوى قرش. طيب اوكي، رح اكفي اكيد معكم الكومنتس. بس لحظة، في حدا بعت لي حمودة شموري. حمودة كيفك؟ كيف لحقت تكتبهم هو كلهم؟ بتصور عبى صفحة كاملة فيسبوك، مش انه يا دلي قد بدي اقرا لاقرا. على كل حال خلينا نشوف هلا بالسينما شو في افلام حلوه وجديده ونرجع لكم بعد شوي. جديد بالصلاة الفيلم ثريلر أورز مع بول ووكر بطل سلسلة أفلام فاست أند فيوريوس اللي توفي مؤخرا بحادث سيارة، عن إعصار كاترينا. ومن وحي عيد الميلاد الفيلم الأنيميشن Little Brother Big Trouble A Christmas Adventure. Not bad, not bad at all. Little Brother Big Trouble. You want it? Come get it. Homefront مع وينونا رايدر، جيمس فرانكو، ونجم الأكشن جيسون ستاثم، والفيلم عن عالم المخدرات. كافيين معكم عالم الصباح. لا وصلنا هلا مع جون بفقرة على يوتيوب. تم باريس. بونجور. شو بدي جاوبك على هيك شغله؟ تم باريس. طيب شو جادور جيم باريس. فيك تاخذيها كيف ما بدك يعني. ميرسي. اوكي من الاخر. على كل حال صباح الخير. صباح النور. ولا كيفك اليوم؟ صباح تمام. تمام. شو عندنا اليوم على يوتيوب؟ بس بحب انه اسالك قبل اذا عندك شيء مثلا تعطينا اياه هيك على الهواء مهضوم، لانه عم ما بعرف امثال مهضومه يعني كلهم مهضومين. بتعرف حيلا متى يكون جدي ما ضروري يكون مهضوم. جدي كمان. ايه. ليك بتعرفي مش حتى بالعربي يعني كل الامثال اللي بيطلعوا مهضومين هن. في عندك امثال بتنفهم، نحن عم نجرب نلاقي اكثر شيء الامثال ما بتنفهم. ما بتنفهم. يعني شيء ما خصه. بس كنت عامل لك وقتها كنا تحت الهوا طب الجرة على ما بتطلع البنت لامها. ايه. من حفر حفرة لاخيه وقع فيها. كل هول الامثال بنعرفهم وقاطعين فيهم، وكل ما يصير شيء معنا ايه ما هي هي. من حفر حفرة لاخيه وقع فيها. مثل ما اخي مره جربت تعملي لي ضرب، ما نحفر حفره لاخيه وقع فيه. اليوم رولا بتكون تلاحظوها يعني وقت تطلع معنا على الهواء صار عندها هالمشكله بالسوشيال ميديا. يعني بتكون رولا عم بحكيها تحت الهواء انه رولا ركزي معي شوي، سوري جاوب علي كومنت. يعني عن جد لازم تكونوا مبسوطين انه في رولا تدلع عم بتلاحقكم على الكومنتس وتشوف شو عم تقولوا وشو عم تكتبوا. ميرسي، بفهم منك انه هيدا شيء منيح اللي عم تحكي عنه. هلا شيء منيح وشيء مش منيح، يعني بدي اياك تركزي معي اوقات. طب خلص بنركز معك. انا ماني خيال صحراء انا. لا ابدا، انا ما قلت ابدا. شو حبي ترمل بالصحراء انا؟ حبي ترمل نقطة بالبحر. طيب خلص تفضل انا معك. ما بدي اكمل بعد امثال؟ بلا خلصت الحلقة. رولا حضرت انا الانترو تبعك اخر مرة، كنت عم تحكي عن قد ايه غرقته وكيف طلعتي بالعدة كلها تبع السباحة. وقتها شتي بتشوفي كل الناس يعني كل واحد كان عنده رياكشن تبعه. يعني انا قعدت بالعجقه ساعتين صار يطلعوا معي نكت. في ناس سمعوا على الموسيقى، في ناس قريوا كتب، في ناس وقفوا على جنب نزلوا شربوا قهوه. شو بتوقع حدا يكون عامل يعني؟ انا اكثر شغله مجنونه حدا يعملها بالعجقه. بجنه يعني ما بعرف. في واحد فك سيارته باعها قطع ووصلها على البيت. خلينا نحضر الفيديو. معهم حق. حلوه
حلوه كانت حلوة. يعني بدك تعرفي انه جايب وقتها يعني نزلوا فشوا خلقهم اكيد ما فشوا خلقهم بحدا ثاني. هذا الفيديو اكيد بعث لنا شخص يعني هالفيديو نحن بالفيديوز اليوم عنا هون على يوتيوب ما خصهم بهالفيديو بس نحن حبينا نحطه لنفرجي قد ايش الشعب اللبناني مبسوط وفرحان يعني حتى باوقات التعاسه والزعل طلعوا اجتمعوا كلهم مع بعض ولا معلو مشكله او شيء نزلوا رقصوا دبكه مع بعض. شو رايكم يعرفوا يرقصوا دبكه احسن مني؟ اول شيء هذا الفيديو بعث لنا اكيد لك بيعرفوا يرقصوا احسن منك اكيد اكيد اكيد. دبكتك ما بتت يعني بتتطرخ اذا حدا بيشوفها. لاحظت بعد ما تهجمت عليك اليوم دغري نازله فيي ما معقول عم نحلها حبيه عم نقول للمشاهدين انه انت سوشيال ميديا وعم تجاوب عليهم وعم تهتمي انه على القليل ايه ما بعرف شو صار لنا سنه هيك هيك نزل قواس فيي خلص قد ايه بيحمل جسمي انا بليز ما تبكي بليز مش على مش هون مش قدام المشاهدين. طيب رولا اخر مره نحن حكينا عن حطينا على الفيديوز على الابيك سبليت اللي عملها جون كلود فان دام كان على اثنين كاميون فولفو فسخ فسخه وعم يفرجي انه درجه سبليت وهيك كان هيدا الفيديو حطيناها بمجموعه اليوتيوب تبعنا عن الستونتس. حلو القلم طلع فيه قلمي طبعا ما دايما بحب يوصل لهون اول شيء بياخذ لي ورقتي ثاني شيء بيرجع بياخذ قلمي وبيقول بيستغرب ليه عم بتطلع انه فيه وعم بتطلع انه خدني شو كلنا على حسابك تفضل ايه كفي خلينا نكمل احسن بعتقد لانه انا بكفي وهو فيه بقى كنت عم احكيك عن فولفو الابيك سبليت اللي عملها جون كلود فان دام يعني ات واز فيري فايرل على الانترنت يعني بفتره فينا نحكي جمعه جمعتين وصلها فوق ال 20 مليون فيوز قد الناس عم يحضروها لانه يعني عم يحكوا اول شيء شيء كاثنين كاميون عم يمشوا وجان كلود فان دام عم بيعمل اكليبر بيناتهم اثنيناتهم وعم عم يفشخ بيناتهم بس هيدا بحسها اكيد مركبه يعني. مش مركبه لانه اذا بتحضري على كل فيديوز في عندي كان سبل خمس فيديوز قبل الابيك سبليت اللي بيعملها بيفرجوك بيفسروا لك كيف عملها اوكي وكيف وصل لهون ومعروف جان كلود فان دام انه فيري فيت شخص كتير حتى لو عمره كبير بضل يعمل سبور بتشوفي من جسمه كيف مقسم كيف بيعمل جيمناستيك بيعمل كل الحركات انه هي هذا عنده ليونه بجسمه يقدر يعمله بقى بس بتعرفي اكيد بالعالم كله بالاخص بلبنان وبالعالم حتى كله دغري اول ما يطلع شيء هيك بيطلع فايرل لما طلعت غنيه غانغام ستايل صار الناس يمزحوا عنا يعملوا اغاني ثانيين وقاموا قرروا هالناس كمان يعملوا فيديوز عن جون كلود فان دام كيف عامل الابيك سبليت تبعهم اكيد فيديوز بيحكوا عن الوضع السياسي وضع الامني وضع 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 عن كل شيء مش رح نتاخر على المشاهدين خلينا نحضر اول فيديو معهم. I've had my ups and downs my fair share of bumpy roads and heavy winds that's what made me what I am today now I stand here before you What you see is a body crafted to perfection. A pair of legs engineered to defy the laws of physics. And a mindset to master the most epic of splits. فرجونا الأساسية تنرجع نشوف بعدين شيء لا لا وأنا وأبو الجي بعدهم عم يمطوا ويطولوا ما في حدا أجر على شيء عم تطلع بيقولوا لها عم تقولي لا لا هي مش مظبوطة أنا مين بده يعمل هالفشخة هيك بعدين أنا عاملها وبيكروا لها مش الصح طلع إجري قد صاروا ما معقول مين إجري هالقد طوال إنه كيف مقتنعة إنه هيدي المظبوطة بعدين إنه بس إنه ما معقول هالقد إجري طوال بعدين يطولوا أخ تعبتوني اليوم ايه يلا سوري بنوقف هي اليوم تعبناها لرولا يعني ما تجير هلا يو ماي كونتينيو تفضل ثانك يو بقى شفتي هلا اول وحده عم يعملوها يعني هذا اكثر شيء اخذوا الفيديو الاصلي اللي كان تبع الفون دوام بس ما غطوا اجري زياده عن اللزوم بعتقد صاروا شخصين ثلاثه هلا كمان يعني كنا هلا عم نحكي كمان على الهواء عم بيقولوا طب خلص اوكي يلا
خلينا نحضر الفيديو بركي بتروق شوي رولا وعنو. Sorry, I don't always have accent, nor do I ever practice any type of sissy man split. But Jean-Claude Van Damme, I will still try. The most epic of epic split. بتعرفي انا مش عم بضحك على الفيديو اكثر ما عم بضحك على ضحكتك. حلوه حلوه، لا حبيت. وهيدا كمان تاني فيديو عم جرب عم فكر اعملها هلا بين هول الكرستين، شو رايك؟ ايه بليز قوم لبان، اذا بليز بتجي بتساعده بتمسك له انت من ميلي اجره، وعماد بليز من ميلي اجره الثاني، ونضحك. انا كثير على بالي عليك يعني. طيب هلا رح نحضر كمان يعني فيني اقول لك رولا، نحن كنا عم انا عم فتش عليهم على يوتيوب، ما معقول قد ايه في عنا فيديوز عملوا سبوفس عنهم، يعني قد ايه بيعملوا باراديز، قد ايه عم يجربوا. يعني دائما بتكون عم تطلع فيي وفي عندها هال شو عم بيصير على السوشيال ميديا الايباد. انه خلينا نحضر تاني فيديو معنا. I've had my ups and downs, my fair share of bumpy roads and heavy winds. That's what made me what I am today. Now I stand here before you. Who can say where the road goes, where the day flows, only time. لا كتير مهضومين كتير. هيدا كمان فيديو عم يجربوا يعملوه، هلا كمان في عنا بيجربوا ياخذوا الموضوع السياسي، موضوع الاردني هونيك، عم نحكي اكثر شيء عن الاردن، شاب اردني بجرب يعمل الاعلان تبع فودام، اعلان كثير مهضوم، بطلب من المشاهدين كمان يجربوا يركزوا على الحكي اكثر شيء، نحضره مع بعض. والدعايات اللي زي هيك ما بتصوروا بشوارعنا، ما انتوا عارفين. والبهدله مش سايبني بحالي. ترفع لي سعر الملبوسات بلبس أقل، لأني أردني فتحت عيوني على القهوة والدخان وانفطمت على الجميد، بس الشتوية على البواب وسعر الغاز بتحدى قوانين الفيزياء، عشان هيك قررت أني ما أغلب حدا، أنا راح أفشخ حالي لحالي. والدعايات اللي زي هيك ما بتصوروا بشوارعنا، ما انتوا عارفين. يعني مثل من المضحك المبكي عنجد. يعني ما بعرف وقفت على الاردن طلعنا لهون. بعتقد رح نصور فيديو جديد، اللي عنده اثنين كاميون في يقدم لهم هون بليز، في رولا وانا بدنا نعمل لك صح متطوعين. بعد عنا فيديو رولا، اخر فيديو عن الثوره المصريه، هيدا اتس انيميشن عكس الباقيين، خلينا نحضره مع بعض. انا الصوت وقت ما تحب الدنيا سكوت، أنا اللي وقفت قصاد الظلم والفساد والاستبداد، أنا اللي هتفت سلمية عيش حرية عدالة اجتماعية، أنا اللي كنت ببتسم وأنا بنضرب بالنار، أنا اللي دمي سال على الأسفلت ونداس، أنا اللي في عز الإحباط والانكسار بقول للناس إن اليأس خيانة حنكمل المشوار، أنا اللي انتوا شايفينه واقف قدامكم بكل شموخ، لكنه في الحقيقة
مهضوم بس اللي قبل فاني اكيد اللي قبل بس كنا عم نجرب نفرج نحن اكثر شيء يعني حتى لو جربوا يحكوا عن يمزحوا يعني في قصص مواضيع فينا نقول شوي جديه مثل الموضوع تبع الثوره المصريه مثل الموضوع تبع يعني بالشاب الاردني جرب يخدع اكثر من مزح بس عم يحكي عن مشاكل عندهم بالمجتمع كمان فعندك اكيد هوليك الباقيين عم نجرب نفرج كيف المزح بيصير بين بكل طريقه كل واحد بيتخيلها على طريقته للشغله اكيد انا مأكد انه في ناس بلبنان جربوا يعملوها اكيد يا ريت يحطوا اللينكس عن جد يعني هلا برجع بذكرونا المشاهدين اذا عندكم فيديو مهضوم اذا عندكم شيء لينك انتم شفتوه مهضوم مثل ما بعثوا لنا فيديو الدبكه نحن على اللينك على الايميل تبعنا فيكم تبعثوا لنا حيال ايميل حيال لينك بيوصل هلا على الايميل عم يطلع على الشاشه او على تويتر اكيد فيكم تعملوا لنا شير لاني انفورميشن جاب لكم تطلع على الحلقه معنا وهيدي هي اليوم كانت معنا الحلقه ابيكس بليد فاندام وبشوفك جمعة الجاي اوكي لا جمعة الجاي حشوفك بعد الاعلان بعغير موجة اكيد سو انطرونا وما تروحوا لبعيد رجعكم بعد شوي